خلال المؤتمر الكشفي العالمي تحت رعاية الرئيس السيسي، مدبولي يؤكد العمل على الدفع بالكشافة المصرية للأمام. بريطانيا وفرنسا تثمنان جهود مصر والولايات المتحدة وقطر لوقف إطلاق النار في غزة. نتنياهو يقول إن إسرائيل منخرطة في مفاوضات معقدة من أجل إعادة المحتجزين في قطاع غزة. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على الدفع بالكشافة المصرية للأمام بتوفير كل الدعم المطلوب لها، موضحا أن تعزيز القيم والمبادئ الإنسانية تأتي ضمن عملية تنمية الإنسان. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الكشفي العالمي 43 الذي أقيم بقصر القبة الرئاسي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعرب رئيس الوزراء عن فخره بدور الكشافة المصرية وتفاعلها مع الحركة الكشفية العالمية والعربية. أن انعقاد هذا المؤتمر في مصر وإعطائه الرعاية الرئاسية والدعم الشامل من الحكومة المصرية هو دليل على الاعتراف بإيماننا بدور الكشافة في بناء الإنسان، كما يعكس التزامنا الراسخ بتفعيل دور الشباب في التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن العالم اليوم يشهد تغيرات متسارعة تتطلب من الحكومات البحث في كل آلية ممكنة لدفع الشباب للأمام. أضاف مدبولي أن الدولة تعمل على مواكبة الركب التكنولوجي السريع وبناء القيم الإنسانية والاستثمار في الطاقات الشبابية، مشيرا إلى أن الدولة تدرك أهمية استغلال ودعم الطاقات الشبابية المبدعة. إن العالم اليوم يشهد تغيرات متسارعة وتتطلب هذه التغيرات منا كحكومات البحث في كل آلية ممكنة لدفع الشباب للأمام وتزويدهم بمهارات القرن 21 ومواكبة الركب التكنولوجي السريع، وفي الوقت ذاته بناء القيم الإنسانية والاستثمار في الطاقات الشبابية المبدعة، خصوصا أن الشباب في مصر يمثلون شريحة ضخمة من تركيبة الشعب المصري، وهذه ميزة تدركها الدولة المصرية وتعمل على استغلالها ودعمها. هذا وأضاف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن القيادة المصرية وضعت رؤية مصر 2030 من أجل التنمية وبناء الإنسان. وأوضح مدبولي أن الحكومة أطلقت برنامجا من أجل التنمية البشرية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن. عندما نتحدث عن التنمية وبناء الإنسان في السياق المصري، نجد أن هناك رؤية استراتيجية واضحة ومبنية على أسس علمية متينة وضعتها القيادة المصرية تحت مسمى رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى إحداث تحول شامل في كافة مجالات الحياة من خلال تعزيز جودة التعليم وتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي عام 2024 قامت الحكومة المصرية بإطلاق برنامج عمل الحكومة، والذي يهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في جميع المجالات، سواء من ناحية التنمية البشرية أو التنمية الاقتصادية على الجانب الآخر. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ممثلي شركة نيسان مصر لصناعة السيارات، وذلك بهدف دعم التوسع في التصنيع المحلي. رحب رئيس الوزراء بممثلي الشركة مطالبا بالتوسع في صناعة السيارات بمصر في ظل تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات والحوافز التي تمت الموافقة عليها. وخلال هذا اللقاء عرض العضو المنتدب للشركة استثمارات وخطط شركة نيسان بالسوق المصرية على المدى القصير والمتوسط، موضحا أن نيسان مصر تخطط لضخ استثمارات بنحو 55.9 مليون دولار حتى عام 2026 في مختلف الأنشطة لتعزيز تواجدها في السوق المصرية.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تولي صناعة السيارات حاليا أولوية قصوى. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع مسؤولي مجموعة القصراوي للسيارات لبحث فرص التصنيع المحلي والتصدير. وخلال الاجتماع استجاب رئيس الوزراء لطلب محمد القصراوي رئيس مجلس إدارة مجموعة القصراوي للسيارات بتوفير قطعة أرض للمصنع الخاص بهم، حيث لفت القصراوي إلى أنه من المستهدف تصنيع إحدى السيارات الجديدة، مؤكدا أنه يستهدف إنتاج 23 ألف سيارة على مدار 5 سنوات منذ بدء الإنتاج. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شريف صدقي، تابع خلاله عددا من ملفات العمل. خلال الاجتماع استعرض الرئيس التنفيذي للوكالة الموقف التنفيذي لمنشآت المدينة الفضائية والموقف التنفيذي لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وكذا ما يتعلق بتأسيس شركة مساهمة لتصنيع مكونات الأقمار الصناعية. وأشار صدقي إلى أن مصر فازت برئاسة لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يعد إنجازا كبيرا، حيث إنه أول مرة منذ تأسيس اللجنة في ديسمبر من عام 1959 أن تترأس أعمال اللجنة دولة أفريقية. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. ثمن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونظيره الفرنسي ستيفان سيغورني جهود الوساطة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. أكد وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا أن الوسطاء المصريين والأمريكيين والقطريين يطلعون بدور قيم وبشكل خاص في تنسيق المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وصفقة المحتجزين. كما أشار الوزيران إلى أن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية يعد الطريق الوحيد طويل الأمد للسلامة والأمن في المنطقة العربية. تتواصل الجهود المصرية لوقف نزيف الدم في الأراضي المحتلة وإيجاد حل للقضية الفلسطينية. وتستعد القاهرة لعقد محادثات مرة أخرى من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار. جهود مصرية متواصلة لوقف نزيف الدم في الأراضي المحتلة وإيجاد حل للقضية الفلسطينية في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. الجهود المصرية الراهنة تمثل امتداداً لدورها التاريخي إزاء قضية العرب الأولى، حيث ظلت القضية على رأس أولويات اهتمام القيادة المصرية وإيمانها العميق بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. قمة القاهرة للسلام التي عقدت في أكتوبر الماضي جاءت فور نشوب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ظل الجهود الدبلوماسية والدولية التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس السيسي للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ووقف الحرب وإيصال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة. المفاوضات الجارية بوساطة مصرية قطرية أمريكية تعكس إيمان مصر بأهمية التصدي لتصفية القضية الفلسطينية مع ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار. القاهرة على موعد جديد من محادثات الهدنة في غزة والإفراج عن المحتجزين بعد محادثات سابقة في الدوحة والتي وصفها البيان المشترك لمصر وقطر والولايات المتحدة بالجادة والبناءة، حيث أجريت في أجواء إيجابية. البيان المشترك للدول الثلاث أشار إلى اجتماع لكبار المسؤولين من حكومات تلك الدول مرة أخرى في القاهرة
آملين التوصل إلى اتفاق وفقا للشروط المطروحة. كان البيان المصري القطري الأمريكي المشترك قد أكد أن الطريق أصبح ممهدا حاليا لإنقاذ الأرواح وتقديم الإغاثة لشعب غزة وتهدئة التوترات الإقليمية. يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل اليوم لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة. تأتي زيارة بلينكن العاشرة للمنطقة منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي بعد أيام من وساطة مصرية وقطرية وأمريكية لحل الأزمة. ويشير المسؤولون الأمريكيون إلى وجود تفاؤل جديد بإمكانية إتمام هذا الاتفاق، ولكنهم حذروا أيضا من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. كما استشهدت فلسطينية وطفل وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع. وقصفت طائرات الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران في أحد المباني السكنية. وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 40,000 فلسطيني جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، فضلا عن إصابة أكثر من 92,600 آخرين. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن صحة الأطفال في قطاع غزة في أدنى مستوياتها. شددت يونيسف على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية لمدة 7 أيام، وذلك للوصول إلى 640 ألف طفل في غزة حياتهم معرضة للخطر إن لم يتم تطعيمهم ضد شلل الأطفال. وأعلنت المنظمة الدولية أنها جهزت نحو 2700 عامل مؤهلين لتطعيم الأطفال بقطاع غزة ضد مرض شلل الأطفال، لافتة إلى أن 9 من كل 10 أطفال يعانون من الأمراض في قطاع غزة. أكدت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع بقلق بالغ جريمة الترحيل القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد التجمعات البدوية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في مسافر يطا والأغوار. وفي بيان لها أكدت الوزارة أن عدد التجمعات البدوية التي تم ترحيلها بالقوة جراء جرائم واعتداءات قوات الاحتلال وصلت إلى أكثر من 40 تجمعا، وذلك بعد ترحيل آخر الأسر الفلسطينية البدوية من أم الجمال في الأغوار الشمالية. هذا وأشارت الوزارة إلى أن جرائم قوات الاحتلال بترحيل التجمعات البدوية ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي، وتندرج في إطار الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة وبتفريغها من سكانها وأصحابها الأصليين، وتخصصها كعمق استراتيجي للاستيطان والسيطرة على المزيد من الثروات الطبيعية لدولة فلسطين. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل منخرطة في مفاوضات معقدة من أجل إعادة المحتجزين في قطاع غزة. خلال اجتماعه لمجلس وزراء الاحتلال أكد نتنياهو أن هناك أمورا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تكون مرنة فيها، وهناك أمور أخرى لن يمكن السماح بها على حد تعبيره.
استقبل معبر رفح البرية عددا من الشاحنات الإغاثية والإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث وصل عدد الشاحنات إلى 25 شاحنة مساعدات غذائية وإغاثية، بالإضافة إلى 6 شاحنات مواد بترولية. في السياق ذاته، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في إجراءاتها التعسفية لمنع وصول المساعدات ما بين التباطؤ والرفض والإغلاق وتقليص عبور الشاحنات، خاصة خلال الأيام السابقة، وفي ظل استمرار الغارات والقصف العنيف بحق المدنيين من أهالي غزة. بعد التحية، هذه المتابعة لتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ونحن نرصد مشهد المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية من معبر رفح البري، حيث استقبل المعبر اليوم 25 شاحنة مساعدات غذائية وإغاثية و6 شاحنات خاصة بمشتقات البترولية. هذه الشاحنات اتجهت من معبر رفح عن طريق عدد من الطرق إلى معبر كرم أبو سالم، وأيضا قابلها العديد من العوائق الخاصة بالطرق غير الممهدة، ومن ثم أفرغت شحنتها هناك وعادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. أما إذا تحدثنا عن عدد آخر من المشاهد داخل قطاع غزة، استمرار للغارات الإسرائيلية على أماكن متفرقة من القطاع، نتحدث عن وسط وجنوب قطاع غزة، وسقوط العديد من الشهداء والجرحى أيضا اليوم، والمشاهد الأخرى المتعلقة بالحالة المعيشية والإنسانية داخل قطاع غزة. هناك حديث للناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وتحدث أن 90% من يعانون من نقص في المياه والغذاء وأيضا الأجواء المعيشية داخل قطاع غزة، وأيضا المستشفيات الطبية هم الأطفال. وتحدث أيضا أن هناك ما لا يقل عن 10,000 من المرضى يحتاجون إلى مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج. هذا عن استمرار عدد من المشاهد المتنوعة والمختلفة داخل قطاع غزة مع تفاقم الأزمات المعيشية داخل القطاع، ونحن على شفا الدخول في مجاعة حقيقية جراء القصف الإسرائيلي، وأيضا الموت البطيء الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من حالات التعنت أمام المساعدات الإنسانية، سواء من خلال إجراءات التباطؤ والإجراءات التعسفية، وأيضا الإغلاق في أحيان كثيرة، وأيضا تقليص عدد الشحنات الخاصة بالمواد والمساعدات الإغاثية والغذائية من الدخول من المعابر المصرية باتجاه معبر كرم أبو سالم. وهذه الحالة التي جسدت خلال الأيام السابقة من تباطؤ ورفض وإغلاق، واليوم قلصت عدد الشاحنات إلى 25 شاحنة خاصة بالمواد الإغاثية والغذائية، وأيضا 6 شاحنات تحمل مشتقات بترولية. هذا هو المشهد، وعودة إليكم. نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مجلس السيادة السوداني يعلن إرسال وفد للقاهرة للتفاوض على تنفيذ اتفاقية. أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل عن إصابة 3 جنود من قواتها كانوا في دورية بجروح طفيفة إثر وقوع انفجار بالقرب من آلياتهم التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط يرن بجنوب لبنان. وذكرت اليونيفيل أنه يتم التحقيق في هذا الحادث، مجددة التأكيد على جميع الأطراف والجهات الفعالة بتحمل مسؤوليتهم لتجنب إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام والمدنيين. أكد مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن الحكومة سترسل وفدا إلى القاهرة لإجراء مباحثات بشأن تنفيذ اتفاق جدة دون تحديد موعد لذلك. وفي بيان له، أكد مجلس السيادة السوداني أن ذلك يأتي بناء على اتصال مع الحكومة الأمريكية ممثلة في المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيريلو، واتصال من الحكومة المصرية بطلب اجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في انفاذ اتفاق جدة.
نشرت القوات المسلحة الأوكرانية تسجيلا مصورا لما قالت إنه تدمير جسر رئيسي في مقاطعة كورسك الروسية. أعلنت أوكرانيا عن قصف جسر ثاني في روسيا بعد أقل من أسبوعين من توغلها المباغت عبر الحدود، ما أدى إلى تعطيل طرق الإمدادات للقوات الروسية التي تصد توغل أوكرانيا. هذا وقد أقر مدونون عسكريون مؤيدون للكرملين في روسيا بأن تدمير الجسر الأول الذي يمتد فوق نهر سيم من شأنه أن يعطل تسليم الإمدادات للقوات الروسية التي تصد توغل أوكرانيا، على الرغم من أن موسكو لا تزال قادرة على استخدام الجسور العائمة والجسور الأصغر في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة زفير يودنفونكا بجمهورية دونتسك الشعبية. وفي بيان لها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية فقدت منذ بداية محاولة التوغل إلى الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك أعدادا كبيرة من العسكريين والآليات الحربية، مشيرة إلى أنها مستمرة في عملية تدمير وحدات للقوات المسلحة الأوكرانية. أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده نشرت ما يقرب من ثلث جيشها على الحدود مع أوكرانيا كما لو كانت في حالة حرب. في مقابلة مع التلفزيون الروسي أكد لوكاشينكو أن قرار نشر قوات جيش لبلاده يرجع إلى السياسة العدوانية للحكومة الأوكرانية حسب تعبيره، خاصة بعد انتهاك أوكرانيا للمجال الجوي لبلاده بمسيرات هجومية. بدأ الرئيس الفيتنامي توم لاما زيارة للصين تستمر لثلاثة أيام في أول رحلة خارجية له منذ توليه للمنصب قبل نحو أسبوعين، وذلك لإجراء مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ ومع عدد من كبار المسؤولين هناك. أكد توم لام أن زيارته للصين كأول وجهة خارجية له منذ توليه لمنصبه هي علامة على أن فيتنام تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الصين، مشيرا إلى أن بلاده لن تتجاهل الولايات المتحدة بأي حال من الأحوال. أعلن مركز الأعاصير الأمريكي أن الإعصار إرنستو انخفضت شدته إلى عاصفة استوائية بعد أن ضرب جزر برمودا لكي يواصل مساره نحو شرق كندا. حذر مركز الأعاصير الأمريكي من احتمال اشتداد العاصفة وتحولها كإعصار من جديد. هذا وقد تسبب الإعصار إرنستو لهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح عاتية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من الأرخبيل البريطاني الواقع قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة. عقدت وزارة الأوقاف مؤتمرا تحضيريا للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. تأتي هذه النسخة من المؤتمر بعنوان دور المرأة في بناء الوعي، ويعد هذا المؤتمر هو المؤتمر الدولي الأول للواعظة المصرية، وسيتناول عدة محاور من بينها دور المرأة في بناء الوعي الديني والثقافي، ودور المرأة في خدمة المجتمع وبناء الأسرة وتنشئة الطفل، بالإضافة إلى عرض التجربة المصرية في تمكين المرأة. المؤتمر في الحقيقة هو رسالة امتنان وتقدير لكل امرأة على أرض مصر، ورسالة دعم وتقدير وإجلال ومزيد من العطاء للمرأة المصرية في قادم الأيام. المؤتمر هو المؤتمر 35، سبقته سلسلة من المؤتمرات على امتداد تاريخ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية منذ أن نشأ. في الحقيقة هذا المؤتمر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوانه المؤتمر الدولي الأول للوعظة دور المرأة في بناء الوعي هو مؤتمر غير تقليدي، حيث يتبنى قضية دور المرأة في بناء الوعي الذي يتمثل في عدة محاور، من أهمها دور المرأة في بناء الوعي الديني، دور المرأة في بناء الوعي الثقافي، دور المرأة في خدمة المجتمع،
دور المرأة في بناء قيم التعايش، في إرساء قيم التعايش وبناء وصنع السلام. دور المرأة أو التجربة المصرية في التمكين للمرأة. فالمرأة راعية للمجتمع كله، هي تعتبر نصف المجتمع، بل هي كل المجتمع، لأنها هي النصف وتربي النصف الآخر، يعني هي الأم والأخت والابنة، فهي عليها الدور الرئيسي في بناء المجتمع. فمن أعظم الحاجات اللي حصلت أن يكون في تقدير شديد لدور المرأة في بناء المجتمع، وأن نوعي الناس بهذا الدور. أكد وزير الأوقاف أسامة الأزهري على عمق العلاقات الأخوية بين الشعب المصري والشعب السعودي وتنامي الشراكة الثنائية بين مصر والسعودية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان. خلال استقباله السفير صالح ابن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أكد وزير الأوقاف على التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الديني، وذلك من أجل تحقيق المحاور الاستراتيجية لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني محليا ودوليا بالتنسيق مع رؤية الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بتنسيق التام مع معالي الوزير عبد اللطيف الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة. أكد الوزير أن هناك العديد من الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق في العديد من الكليات، على رأسها التربية والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية. برضو بطمن أولادنا إن في المرحلة الجاية إن شاء الله هناك الأماكن شاغرة كثيرة قدامنا، كليات التربية، شعب الطفولة، تعليم ابتدائي، طفولة مبكرة، الآداب، حقوق، تربية نوعية، خدمة الاجتماعية، دار العلوم، سياحة وفنادق، واقتصاد منزلي، وتربية رياضية طبعاً اللي ليها اختبارات بتبقى لازمة للالتحاق بهذه القطاعات. أعلن وزير العمل محمد جبران خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال عن البدء في الإجراءات التنفيذية لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. أكد الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال مستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة بدفع إعانات أجور لهم. وأعلن مجلس الإدارة أيضا أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه في عام 2002 حتى نهاية يوليو 2024 مليارين و231 مليون، بالإضافة إلى 567 ألف جنيه استفاد منها 424,019 عاملا يعملون في 3986 منشأة. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن الشباب مهيئ للعب دور محوري في تشكيل مستقبل التنمية، خاصة مع ظهور العديد من التغيرات العالمية الحالية والمتمثلة في التقدم التكنولوجي وتغير المناخ، ما يترتب عن ذلك من تأثيرات على الأنظمة الاقتصادية والمحلية والعالمية. وخلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان اتجاهات العالم والتي تناقش أبرز الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية العالمية والمنعقدة ضمن فعاليات النسخة 43 من المؤتمر الكشفي العالمي، أكدت المشاط أن قدرة الشباب على الابتكار والتكيف السريع تسهم في وضعهم بموقع ريادي كمحرك رئيس للتقدم العلمي والتكنولوجي، مؤكدة أهمية مشاركتهم في جهود التنمية الدولية والحوارات متعددة الأطراف كالمؤتمر الكشفي العالمي، باعتباره يمثل أمرا ضروريا لمواجهة التحديات العالمية الراهنة. وأشارت إلى أن استضافة مصر لهذا المؤتمر في نسخته الحالية يمثل انعكاسا مباشرا لرؤية الدولة فيما يتعلق بتمكين الشباب والاستثمار في التنمية البشرية.
أكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض حرصها الدائم على التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث جميع مطالب وشكاوى المواطنين في دوائرهم والعمل على سرعة حلها، وذلك بالتنسيق مع المحافظين بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة إلى جميع المواطنين. خلال زيارتها لمقر مجلس النواب، أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة في جهودها لتيسير وتسهيل كافة الإجراءات المعمول بها والتي تخص ملفات عمل الإدارة المحلية، وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء والمحال العامة والاشتراطات البنائية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في الحكومة. تابع وزير الإسكان الشريف الشربيني موقف تقدم الأعمال بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وفي مقدمتها منطقة الأعمال المركزية والحدائق المركزية كابيتال بارك والحي السكني الثالث كابيتال ريزيدنس والحي السكني الخاص جاردن سيتي الجديدة، وفي غيرها من المشروعات التنموية المتنوعة. وأشار وزير الإسكان إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم 20 برجا، مضيفا أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة هي البرج الأيقوني، وهو أطول برج في إفريقيا بارتفاع نحو 400 متر بأنشطة متعددة. أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني أهمية مشروع توسعة لكورنيش الإسكندرية نظرا لمكانتها التاريخية ولكونها ثاني أكبر تجمع حضري في مصر بعد القاهرة، ومقصدا للسائحين من أنحاء الجمهورية. خلال جولته ومحافظ الإسكندرية لمتابعة المشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، أشاد وزير الإسكان بسرعة إنجاز الأعمال والتأكيد على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين. استعرض مجلس إدارة المركز الوطني التابع لرئاسة مجلس الوزراء العديد من المشروعات التنموية والتي تسهم في تنفيذ خطط الدولة في استثمار أراضيها وفي تعظيم الاستفادة منها وحسن استغلالها. أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أنه تم تخصيص العديد من المساحات لإقامة مشروعات تنموية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الاستراتيجية. تلقت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تقريرا مفصلا حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكاوى. وقد استقبلت الخطوط الساخنة كل هذه الشكاوى. عقد رئيس هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي اجتماعا مع أعضاء منظمة الصحة العالمية في مصر، وذلك لمناقشة كيفية ترشيد استهلاك المضادات الحيوية. ناقش الاجتماع آليات تنظيم وتعزيز الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات للحد من الاستخدام غير الآمن وغير الرشيد للمضادات الميكروبية ومكافحة مشكلة الاستخدام الخاطئ لمضادات الميكروبات، وتوحيد سياسات وإجراءات استخدام المضادات طبقا
للمعايير القياسية مع وضع البروتوكولات الدوائية في جميع مراحلها، بالإضافة إلى وضع آليات التوعية المجتمعية، بما ينعكس إيجابيا على صحة المريض المصري ويمنع من مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات. تزخر جنبات شوارع القاهرة الفاطمية بالعديد من الآثار المتنوعة التي ما زالت شاهدة على مئات السنين على تاريخ عريق وحاضر مزدهر. من بين هذه الآثار بمرستان المؤيد شيخ، وهو أحد آثار العهد المملوكي الذي يعد ثاني بمرستان باق على مستوى القاهرة، بجانب بمرستان قلاوون بشارع المعز وأحد أشهر البمارستانات في العالم. والبمارستان هو مبنى أثري كان يستخدم كمنشأة للرعاية الاجتماعية. في إطار إعادة تأهيل وإحياء العديد من مواقع التراث الثقافي، يأتي مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف إدارة السياحة الثقافية بشكل مستدام. الحقيقة أن حدث اليوم يجسد ويعبر بشكل جلي عن صورة من صور التعاون والصداقة بين الشعبين المصري والأمريكي. نجتمع هنا عند المدخل الجنوبي للقاهرة التاريخية المسجلة على قائمة التراث العالمي باليونسكو، لنحتفي بنموذج احتز به لإدارة وإعادة توظيف مواقع التراث والأثار، وفي مرستان السلطان المؤيد الشيخ، والذي كان مخصصاً كما نعلم كمستشفى، وكدنا أن نفقده كمبنى أثري نتيجة عوامل الزمن والتقادم والتداخلات المتتالية لولا تدخل وزارة السياحة والأثار ممثلة في المجلس الأعلى للأثار وإدارة القاهرة التاريخية لترميمه ترميماً كاملاً واستعادة ملامحه المعمارية والوظيفية. نحتفل سوياً اليوم بالمشاركة المصرية الأمريكية في قطاع السياحة والتراث الثقافي في عدد من المواقع الأثرية بالقاهرة التاريخية بعد تطويرها، وذلك من بين 8 مواقع ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية على مستوى محافظة القاهرة، وهي تقية تقي الدين البسطامي والبيرة مستان المؤيدي، ونتطلع مستقبلا للمزيد من التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بحماية التراث بالقاهرة. نحن هنا اليوم من أجل الاحتفال بالعلاقات الممتدة بين الشعبين الأمريكي والمصري، واليوم نحن نعمل على أن يكون هذا الاستثمار من أجل أن تستمتع الأجيال القادمة بزيادة أماكن التراث الثقافي في مصر، ونؤكد على أن المجتمع سيستفيد أيضا من هذا المشروع عن طريق إتاحة الاستثمار للقطاع الخاص وإنشاء وتطوير المزيد من المشروعات حول هذه المناطق، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية. يأتي بمرستان المؤيد شيخ من بين الأماكن التي يعمل عليها المشروع، وهو مبنى أثري تم تصميمه كمنشأة صحية على يد الملك المؤيد أبو النصر شيخ، أحد أهم الملوك الجراكسة في مصر، كما يشمل المشروع بيت يكن وزاوية فرج بن برقوق وغيرها من الأماكن التراثية. فإحنا شغالين يعني بنرمم الآثار، وفي نفس الوقت شغالين مع المجتمع المحلي، بندربهم بالذات الحرفيين والمثلا اللي بيقدموا طعام في المنطقة، بندربهم على الاتيكيت وعلى الصحة، بحيث أنه لما يقدم أكل للسائح يبقى بطريقة مناسبة وصحية. وبرضه بالنسبة للحرفيين بنديلهم أفكار إزاي يطور المنتج بتاعه. ده طبعا هيفيد المجتمع المحلي وهيفيد وهيزود الإقبال السياح على المنطقة. بمارستان يعني تقريبا مستشفى، فشوفي العظمة اللي فيها المكان والارتقاء الروحي والسمو الجمالي اللي موجود فيها. فطبعا دي حاجة very unique أو فريدة جدا في التراث بتاعنا، ولازم نفتخر بيها. فكونه اتنظف وترمم وهيعاد استخدامه في حاجة تنفع المجتمع، دي حاجة محمودة جدا. بقية الحاجات اللي هم نقوها عشان، ودي على فكرة مش الحاجات الوحيدة، يعني في حاجات
أكتر آثار وتراث، حتى لو مش مسجلة آثار لكن تراث عظيم جدا في منطقة الدرب الأحمر. فكونهم بدأوا يهتموا بمناطق مش آثار في حتت متفرقة، ونرمم أو نهتم بإعادة تأهيل الآثار دهيت في المناطق، على طول بيودينا لإعادة تأهيل المنطقة كلها. هيكون له مردود اجتماعي واقتصادي وجودة للحياة للقاطنين في المناطق دي. يعد هذا المشروع خطوة في إطار جهود الدولة لإعادة تأهيل المواقع التراثية، إلى جانب العمل على تعزيز دور السياحة كمحرك رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين التي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية، بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية في المدينة. اسمه تو ليت. يفتتح المغني الصاعد تو ليت حفل فرقة كايروكي بمهرجان العالمين الجديدة، وذلك في دورته الثانية في 23 من أغسطس على مسرح يو أرينا، حيث يظهر المغني الصاعد وصاحب الشعبية الكبيرة مؤخرا قبل صعود كايروكي على المسرح ليقدم عددا من أغنياته. ويشكل تو ليت مفاجأة لهذا الحفل الخاص بعدما حقق جماهيرية كبيرة بنجاح بألبومه الغنائي الجديد، هو ما جعل من ظهوره مطلبا جماهيريا لدى الكثير من الشباب. يأتي مهرجان العالمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية، منها مهرجان العالمين، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، على رأسها مدينة العالمين الجديدة. وللمزيد حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة انضم إلينا مباشرة الزميل كريم بابرس، مراسل التلفزيون المصري. كريم، هل لك أن تطلعنا على المشهد لديك؟ أهم الفعاليات الآن. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل يعني هذه الفعاليات المختلفة بمهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية تهدف في الأساس إلى تسليط الضوء على مدينة العالمين الجديدة والتطورات العمرانية التي حدثت بالفعل. أول ال20 مليون لغم إلى مدينة ساحلية صيفية في البداية، لكن الآن الهدف الأساسي والرسمي أن تصبح هذه المدينة مدينة مستدامة طوال العام. مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية استضاف عدد كبير من الفعاليات، بالطبع الحفلات الغنائية، ونحن في انتظار يوم الجمعة القادم الحفل الكبير لفرقة كايروكي، وأيضا يعني مفاجأة الحفل الذي سيكون متواجد مع كايروكي هو تو ليت خلال الفترة الماضية. بالإضافة لذلك أيضا هذه يعني الفعاليات الغنائية، هناك أيضا الفعاليات يعني الرياضية والثقافية المختلفة. نتحدث عن استمرار للفعاليات الرياضية الهوائية مثل البارا موتور والسكاي دايفينج وغيرها من الفعاليات التي تلعب أسماء، وأيضا للفعاليات الثقافية مثل فرق الفنون الشعبية وفرق الفنون التثقيفية التي تأتي عبر المسرح القومي وتتحرك داخل الممشى السياحي. بالطبع بعد أن تطورت مدينة العالمين وأيضا ترتيب مصر بشكل عام في الطرق عالميا، فاستضافت أيضا مدينة العالمين الجديدة عدد من السباقات المختلفة خاصة بسباقات
سباقات السرعة أو سباقات سيارات السرعة والسيارات شديدة السرعة، بالإضافة أيضا لسباقات الدريفتنج الخاصة أيضا بالسيارات المعدلة. لذلك يعني عدد من الفعاليات المختلفة تؤكد على تطور المدينة بشكل عام، وأيضا استمرار الفعاليات الثقافية لتصبح مدينة يعني مستدامة. أيضا نعم. مهرجان نبتة أشكرك جزيل الشكر كريم دابرس مراسل التلفزيون المصري على هذه التغطية لفعاليات مهرجان العالمين الجديدة. الآن إلى أخبارنا الاقتصادية في هذه النشرة نتابعها مع رجاء رمزي. إليك رجائي. شكرا جزيلا ريام، شكرا لك نهى. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها ويكون في هذه النافذة الاقتصادية. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن الوزارة حريصة على خلق بيئة إيجابية للاستثمار في قطاع التعدين، يدعمها في ذلك العمل الجمعي بروح الفريق الواحد الذي تؤدي به الحكومة واهتمامها بتذليل التحديات وتوفير فرص استثمارية جاذبة في هذا القطاع. وخلال استقباله عددا من مسؤولي الشركات العاملة في مجال التعدين، أشار الوزير إلى أن المقومات التي يتمتع بها التعدين في مصر تؤهله لزيادة مساهمته بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر من المنتجات الزراعية تجاوزت 5.6 مليون طن خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 12 من أغسطس الجاري. وأوضحت الوزارة أن إجمالية صادرات الزراعية من الموالح بلغ 2,077,386 طنا، بالإضافة إلى تصدير 957,481 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 236,907 أطنان من البصل ليحتل المركز الثالث من إجمالي الصادرات. هذا وتولي الدولة اهتماما كبيرا بالتنمية الزراعية، يعكس ذلك مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء. يهدف المشروع لإضافة مساحات زراعية جديدة لسيناء وأيضا تحقيق الاستقرار المعيشي لنحو 2,122 أسرة. تستقبل محافظة الوادي الجديد بشائر موسم جني التمور هذا العام باستعدادات شاملة من أجل إنجاح الموسم لتطوير قطاع إنتاج التمور بالمحافظة. ترفع المحافظة شعار صنع في الوادي الجديد بهدف تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والربع والربح لصالح المزارعين ولأصحاب مصانع التمور.
استعدادات شاملة تقوم بها الجهات المعنية في محافظة الوادي الجديد لاستقبال بشائر موسم جمع التمور هذا العام من أجل إنجاح الموسم لتطوير قطاع إنتاج التمور بالمحافظة. صنع في الوادي الجديد هو الشعار الذي ترفعه المحافظة من أجل تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والربح لصالح المزارعين وأصحاب مصانع التمور في المحافظة التي تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية في إنتاج تمور التصدير. وبهدف في التوسع في تصدير محصول البلح، هناك خطة شاملة تم وضعها من خلال إجراء تعاقدات تصديرية مع عدد من الدول وتصدير تمور المحافظة إلى الأسواق الأوروبية والعربية والتي كان آخرها كندا، روسيا، إندونيسيا، المغرب. من خلال التعاقد على شراء المنتج الخام من مجمع تمور المحافظة الحكومية الذي ينتج حوالي 25 صنفاً من منتجات التمور المصنعة، أصناف متنوعة من البلح الخام والبلح منزوع النوى والمحشوب المكسرات والفول السوداني والفستق واللوز وبلح مغطى بالشوكولاتة والبلح الخام وغيرها من الأصناف عالية الجودة يتم تصنيعها وفقاً لأعلى درجات الجودة ومطابقة المواصفات. زراعة النخيل في محافظة الوادي الجديد تشهد توسعاً كبيراً بهدف الوصول إلى مستهدف 5 مليون نخل. زراعة النخيل في محافظة الوادي الجديد تشهد توسعات كبيرة بهدف الوصول إلى مستهدف 5 مليون نخلة مثمرة من أجود أنواع التمور. أكد موقع Financial Times أن قطاع السياحة في مصر أثبت قدرته على الصمود أمام الأحداث الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط على الرغم من تأثر العديد من دول المنطقة التي لم تعد موجودة سياحية. وأكد الموقع أن مصر أثبتت قدرتها على الصمود في قطاع السياحة، فيما أشار رئيس مجموعة تي واي العالمية إلى أنه يثق في الإمكانيات السياحية بقارة إفريقيا، لافتا إلى أن هناك عددا من الوجهات السياحية تحظى بإقبال كبير من بينها مصر. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أعلنت قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكنية والصناعية والزراعية بسبب خلل في إمدادات الوقود. في بيان لها أعلنت الوزارة قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكنية المكتظة بالسكان في منطقة جليب الشيوخ وحولي والسلمية ومبارك الكبير وصباح الأحمد السكنية والعمرية والفروانية والجهراء القديمة وأبو فطيرة وغيرها. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي حفاظا على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد. أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل نمو الاقتصاد بأقل من المتوقع في الربع الثاني من العام 2024. نما الاقتصاد بنسبة 1.2% في الربع الثاني على أساس سنوي، وهو ما يعكس تراجع الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثاني على أساس نصيب الفرد منه بمقدار 0.4%. ويعزى الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى الإنفاق الحكومي الذي ارتفع بنسبة بلغت 8.2% وذلك في الربع الثاني، في حين كان هناك انخفاض بنسبة 1.9% في إنتاج الأعمال والمشاريع التجارية. مشاهدينا، نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة مجددا إلى الزملاء نهى ورهام، فإليكم. شكرا جزيلا لك رجاء. ومشاهدينا، وصلنا الآن إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري، ولا تبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. خلال المؤتمر الكشفي العالمي تحت رعاية الرئيس السيسي، مدبولي يؤكد العمل على الدفع بالكشافة المصرية للأمام. بريطانيا وفرنسا تثمنان جهود مصر والولايات المتحدة وقطر لوقف إطلاق النار بغزة. نتنياهو يقول إن إسرائيل منخرطة في مفاوضات معقدة من أجل إعادة المحتجزين في قطاع غزة. نهاية نشرتنا، تحية لكم وإلى اللقاء.